يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الفضل أن لكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد الصادق، أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح من قيد مدحته الأنبياء صلوات. ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم وملتهى الحلم وأصول الكرام وقادة الأمم وأولياء النعم